حبايبنا الغاليين، طلبة وطالبات الأزهر سواء في أولى ثانوي أو تانية ثانوي أو تالتة ثانوي، عايز أقول لك إن أنا بحبك في الله. أنتوا السنة دي شرفتونا مع طلبة العام وطلعتوا من أوائل الجمهورية، طلعتوا كلية قمة طب وهندسة وصيدلة. طلبة الأزهر أنتوا في قلوبنا، إحنا بنحبكم جدا، وعشان كده خدمتكم ومساعدتكم واجبة علينا. أنا عارف مش كل الناس بتهتم بشغل الأزهر، ولكن الموضوع بسيط جدا، هو جزء بسيط بيبقى خاص بطلبة الأزهر وبتتساوى بطلبة العام. عشان كده النهاردة أنا طالع أظبط معاك بالنسبة لطلبة أولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي الجزء الخاص بالسكيلز بتاعتهم المختلفة عن طلبة العام. كل الناس هتستفيد، لأن هو ده الجزء الخاص سواء أولى أو تانية أو تالتة في مادة الإنجليزي، سواء الجزء بتاع الترانسليشن المقالي ده على أولى وتانية وتالتة، أو سواء الجزئية الخاصة بالمحادثة، أو سواء الجزء الخاص بالأسئلة المقالية بتاعة قطعة الكومبرينشن. يلا بينا أشوفكم إن شاء الله بعد الفاصل في أقوى حصة سكيلز خاصة بطلاب الأزهر في مادة الإنجليزي. أشوفكم بعد الفاصل. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهاردة شباب زي ما قلت لكم هنتدرب على الجزء الخاص بالسكيلز بتاع طلبة الأزهر. هيكون مقدمة تفهم من خلالها ايه المطلوب منك كمهارات السنة دي دفعة 2024. نقول توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. We should always be positive, always have a role to play for the sake of your country. يلا بينا نشوف هنجاوبها ازاي. كلمة you should always be positive يجب دايما تكون إيجابي، دايما عندك دور بتلعبه من أجل بلدك. يبقى كلمة sake عشان خاطر بلدك، من أجل بلدك. يلا بقى أنا نشوفها تبقى عاملة إزاي. يجب أن تكون إيجابيا دايما، ويكون ليك يا ابني دور تلعبه من أجل وطنك. الكويستشن نمبر 2 بيقول A nation's progress is made with the help of the sincere efforts exerted by all devoted citizens. الله. A nation's progress معناها ايه؟ تقدم. كلمة progress معناها تقدم. تقدم النيشن يعني تقدم الأمة. بيتعمل بمساعدة السنسير efforts المجهودات الصادقة. يبقى efforts معناها الجهود، والسنسير الصادقة. exerted المبذولة by all devoted citizens عن طريق المواطنين المخلصين. ده الجزء بتاع الإجابة هو إن تقدم الأمة اللي هو nation's progress بيتعامل بالجهود المخلصة اللي هي sincere efforts المبذولة exerted by all devoted citizens بواسطة جميع المواطنين المخلصين. تعطي الحكومة اهتماما كبيرا لبناء المصانع الضخمة في سيناء والصعيد والوادي الجديد. الحكومة اللي هي الجوفرنمنت، فالحكومة مفرد فقلنا gives، يبقى the government gives great attention يعني اهتمام عظيم to building huge factories لبناء مصانع ضخمة in Sinai Upper Egypt and the New Valley في سيناء في صعيد مصر والوادي الجديد. تقدم الحكومة كل التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال العرب والأجانب لاستثمار أموالهم في مصر. طب ما هي الحكومة اللي هي مين يا شباب؟ لو جيت بسيطة تلاقي برضك the government اهي provides تقدم أو توفر all possible facilities. الفاسيلتيز معناها التسهيل. لات البوسيبل الممكنه، يبقى البوسيبل فاسيلتيز التسهيلات الممكنه تو ايرب اند فورين بزنس مان رجال الاعمال الاجانب والعرب تو انفست يستثمر ذير ماني او كابيتال. كلمه كابيتال هنا اللي معناها عاصمه ممكن تستخدم مع الفلوس كراس مال ان ايجيبت في مصر. يبقى the government provides all possible facilities to Arab and foreign businessmen. بتوفر وبتقدم كل التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال العرب والأجانب to invest their money in Egypt
عشان يستثمروا فلوسهم في مصر. ننتقل بعد كده يا شباب لجزئية الديالوج ما بين تامر ستيلن وليد about his new job in Canada. فهنا تامر بيقول له وليد عندي الوظيفة الجديدة اللي ربنا كرم بيها في كندا. فبقول له تامر I've been offered a good job. تامر بيقول له الحمد لله اتعرض عليا وظيفة كويسة. وليد قال له good حاجة كويسة ان شاء الله. سأله سؤال قال له it's in a big new hospital, working conditions are much better than here, so is the salary. فبيقول له ديت مستشفى الوظيفة فيها يعني مستشفى جديدة فالوظيفة فيها الظروف هناك أحسن والمرتب أعلى. فهنا نرجع تاني بقول له I've been offered a good job, أنا تعرض عليا وظيفة كويسة. فيقول له كويس فين هي تمام, يقول له where is it, أين هي. فلما سأله عن المكان قال له عن المكان قال له it's in a big new hospital. وبعد كده هو كمل بقى قال له تعرف ان ظروف الشغل والمرتب حاجة كويسة جدا. فقال له marvelous ويعني حاجة زي great كده عظيم. سأله سؤال قال له through the Canadian embassy Cairo, من خلال السفارة الكندية في القاهرة. يبقى ازاي قدرت تحصل على هذه الوظيفة, يبقى how could you get this job. بيقول له هنا ازاي قدرت تحصل على هذه الوظيفة بعد اداة الاستفهام اهو فعل مساعد. قال له من خلال الكنديان امباسي كايرو, من خلال السفارة الكندية في القاهرة. قال له do they still have vacancies, كلمة vacancies يعني وظائف خالية, هل ما زال عندهم وظائف خالية. فالرد هنا هيعتمد على الجزء ده. قال له you need to check, انت محتاج ان انت تتأكد بنفسك. فيقول له I have no idea, ما عنديش فكرة. او يقول له I don't know, انا لا اعرف, انا مش عارف. او يقول له I'm not sure, انا مش متأكد. ليه بقى؟ you need to check, انت محتاج تتأكد بنفسك. وليد هيقول له thanks الله, انا شكرا كتير. ان اوعى تنسى تقول له congratulations, يعني ايه congratulations, مبروك او الف مبروك. congratulations يعني مبروك, بقول له شكرا لك شكرا ليك, والف مبروك او congratulations يعني تهانينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وصلنا لنهايه حصتنا بس لسه مكملين مع بعض في طريقنا ومعاكم لاخر يوم واخر حصه في السنه في ظهرك ان شاء الله. بحبكم جدا في الله, مسترك حبيبك مستر محمد جلاد. باي باي, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.